يرحم زوجته التي تقضي نهارها في انتظار عودته إلى البيت، تجهز له ما يشتهيه من مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك من الأعمال. فالزوجان يرحم بعضهما بعضا. كذلك فإنه كما أشرت أنه لا رهبانية في الإسلام، فجميع الرسل رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله وسلم عليهم جعل الله لهم أزواجا وجعل لهم ذرية، وهذه من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين حينما استمع إلى مقولة ثلاثة من أصحابه